السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات فورميني بالدارجة. هاد الدرس هو امتداد لجوج دروس سابقة في وحدة الحقيقة، وهو الحقيقة بوصفها قيمة. أولا اللي كان أول مرة كيدخل ما ينساش يتابونا معنا، ولا عجبوا الفيديو يدير لايك ويبارتاجيه مع أصحابه. ونبداو مع الفقرة الثالثة من وحدة الحقيقة، وهي الحقيقة بوصفها قيمة. لما يرغب الإنسان في الحقيقة؟ وهل الحقيقة منفصلة عن اللا حقيقة والعنف والحرية؟ هذو هما الأسئلة اللي حاولوا يجيبوا عليهم الفلاسفة. أول فيلسوف هدار على الحقيقة بوصفها قيمة هو إريك فايل أو فايل، اللي عاش في القرن العشرين ما بين 1904 1977. هو فيلسوف فرنسي، قال في منطق الفلسفة: الوجه الآخر للحقيقة هو العنف. يعني بالنسبة لإريك فايل، هذاك المقابل للحقيقة ماشي هو الغلط أو الخطأ، أو لا، هو العنف. وكنلاحظوا هذه القضية بأن الإنسان بعض الأحيان كيحاول يداري الحقيقة بالعنف باش ما تظهرش الحقيقة، كيضطروا يا ما مشاكل وقعت باش ما يتفضحوش أسرار، كيلجأ الإنسان للعنف. وشحال من واحد ما كيكونش كيمتلك الحقيقة وباش يدافع على راسه كيدافع على راسه بالعنف. هذه امثله ان العنف كيكون مقابل او وجه اخر للحقيقه. والفلسفه تريد ان تفهم انها تفكر بواسطه الخطاب العقلي المعقول، يعني ان وظيفه الفلسفه هي انها تبحث عن الحقيقه. فالوجه الحقيقه الوجه الاخر للحقيقه بالنسبه للفايل كما قلنا هو العنف. ومقابل الحقيقه ليس الخطا او الكذب او الوهم، بل العنف. اللي قلنا أن المقابل للحقيقة ماشي هو الخطأ، يعني كاين الحقيقة والخطأ أو الكذب، لا، هو العنف. بالنسبة لهايدغر اللي تا هو فيلسوف عاش في القرن العشرين، بداية القرن العشرين ما بين 1889 1976، هو فيلسوف ألماني، قال إن الحقيقة هي إقامة علاقة وطيدة بما يحيط بنا، والاقتراب أكثر من لغة الوجود. يعني بالنسبة له هاد الحقيقة هي اللي كتخلي واحد العلاقة مع هاد الشيء اللي يحيط بنا، كأن هناك لغة في الوجود، وهاد اللغة هي الحقيقة المطلقة. يعني شي حاجة اللي بديهية واللي كاينة في العالم كله، أن كل ما اكتشفنا الحقيقة كل ما كنقيموا هاد العلاقة وطيدة مع كل ما يحيط بنا، وكنقتربوا من هاد لغة الوجود. ومن ثم فماهية الحقيقة هي الحرية والتأويل والتيه. يعني بالنسبة لي الحقيقة، الماهية الحقيقة هو واحد بحال تسبح في أغوار هذا العالم الفسيح وتعطي تأويلات يعني عميقة وتوه في هذا الفضاء الواسع، وهذه الحرية هي اللي كتعطينا هذيك هي الماهية الحقيقية للحقيقة. هذه النبدة الصغيرة اللي كانت على الحقيقة وبيصفها قيمة، كنتمنى تكون الإعجاب ديالكم، وكنعطيكم موعد في درس جديد ومجزوءة جديدة. وسمحوا لي كنت قصير جدا، فالفقرة دي اللي فيها هادشي اللي فيها. يلا ساعة سعيدة إلى الملتقى.